مرحبا بكم أحبتي طلبة الصف السادس في أسبوع جديد من مادة التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع سوف نركز على الآتي: بداية لدينا حصة تلاوة وتجويد، ثم حديث شريف بعنوان طلب العلم. ونحن نعرف أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن طلب العلم من أعظم الأعمال، وأن له أجرا كبيرا في الدنيا والآخرة. في هذا الدرس سوف يتعرف الطالب إلى الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فسلك أي سار ويلتمس يطلب. بناء على ذلك على الطالب أن يتعرف إلى راوي الحديث، وهذا تذكر من درس سابق، فنحن سبق وتعرفنا على راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، صديق ورفيق الرسول الملقب بأبو هريرة، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. بعد ذلك سوف يتعرف الطالب أن أهمية العلم والحرص على طلب العلم، فقد اعتنى الإسلام بالعلم عناية كبرى، وحتى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على طلب العلم، إذ قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقد جعل طلب العلم فرضا على كل مسلم ومسلمة، لذا يحرص المسلم على طلب العلم في مختلف العلوم كعلوم الشريعة والطب والهندسة. وخلال هذا الدرس سوف يتعرف الطالب إلى فضل طلب العلم، إذ يبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لطلب العلم أجرا عظيما عند الله تعالى، وأنه سبب لدخول الجنة يوم القيامة، لأن العلم يعود على الناس بالخير ويبني المجتمع. بناء على ذلك أحبة الطلبة، سوف ننتقل إلى البند الأخير من هذا الدرس، ألا وهو الربط مع تكنولوجيا المعلومات، إذ أننا سوف نستفيد من الإنترنت وإمكانياته الكبيرة لطلب العلم والتعلم بفعالية ومرونة، مما يمكننا للوصول إلى مصادر غنية بالمعرفة وتعلم أنواع من العلوم. ومن الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت البحث والتواصل مع الباحثين والاستفادة من خبراتهم، وإضافة مقاطع مرئية، فيديوهات تعليمية على منصات مختلفة كاليوتيوب. بعد ذلك أحبتي الطلبة، لابد أن نربط كذلك مع اللغة العربية لنتعلم أهمية تعلم الإنسان للغات المتعددة، وننهي الدرس في اختبار المعلومات، إذ إن الأسئلة تركز وتصب التركيز على العلم، وإلى ما يدعو هذا الحديث الشريف: حكم طلب العلم وتوضيح معاني مستفادة من بعض المفردات، ثم أن يميز الطالب العبارات الصحيحة من العبارات الخاطئة بوضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ من العبارة أمام العبارة الخاطئة. ولا بد أن يعرف الطالب أن عليه حفظ الحديث النبوي الشريف طلب العلم غيبا وتسميمه بعد هذه الحصة. إلى اللقاء أحبتي في أسبوع مقبل، أسبوعا جيدا أتمناه لكم.